مساء الخير ساره، مساء الخير احمد، مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما تفضلت وقلته الاول احمد، ضغط المباريات هو ده النادي الاهلي كالعاده. بقى لنا سنين كتيره جدا الاهلي بيخرج من موسم يخش على موسم تاني، تولي مباريات، ضغط المباريات. فربنا يا رب يسلم من الاصابات ويكون كل الفتره اللي جايه كلها انتصارات. بالنسبه لكلامك يا ساره، فعلا النهارده كان في محاضره في ارض الملعب استمرت حوالي 20 دقيقه، اتكلم فيها مستر موسيماني عن اغلاق الصفحه بالكامل، الصفحه الاخيره بطوله كاس مصر، البطوله الافريقيه، والتركيز في الستارت، قوة مباراة مصر مقص. لازم أبدأ فيه، أنا راجل بطل حامل اللقب، لازم أبدأ بشكل يليق باسم النادي الأهلي، لازم أبدأ أجمع من النقاط بدري بدري جدا عشان خاطر أقدر أسهل بطولة الدوري. ممتاز، وعنده ضغط مباريات كبيرة جدا، فكل اللي هيجتهد في المران هيبقى فيه تدوير للفرقة كله، فكله هيشارك في الفترات المقبلة. يمكن ده كان أبرز ما جاء في اجتماع موسيماني وباقي جهازه مع كل لاعبي النادي الأهلي. طيب شريف، خليني أسألك، احنا بنبتدي موسم جديد والاول مره يمكن من ناحيه الاوراق المتاحه بعد اضافه طبعا الصفقات الجديده وعوده المعارين، مستر موسيماني يبقى عنده اريحيه شويه في جزئيه الاختيار. يعني انت عندك رفاهيه انك تختار بين اسم واسم تاني، نثق في كل جمله، لكن بالتاكيد وجهه نظر المدير الفني حضره. هل بتشوف انه مستر موسيماني بيبتدي السيزون الجديد او بيحضر للسيزون الجديد بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي ختمنا بيها السيزون اللي فات؟ هل نتوقع ان احنا نشوف تغيير في طريقه اللعب، تغيير في مراكز اللعيبه من واقع متابعتك للمحاضره ولتمرين النهارده؟ يمكن تمرين النهارده او شغل الراجل ما اتغيرش من ساعه ما جه، كل الشغل الفني الكتير، التخصص كتير على الجول، تفنيش الهجمه، بيدور اللعيبه بشكل كويس جدا في التمرين، بيشوف مين بينفذ تعليماته وبيديله في المباريات. ولكن داخلين الموسم مع اريحيه في جميع الخطوط، بتتكلم في خط الدفاع، يمكن في الموسم او من حوالي شهر، شهر ونص كنت عندك مشكله جدا في السردباكات مثلا، كان عندك واحد بس، بتلاقي سردباك واحد وبتضطر تلاقي حد يلعب مثلا سردباك تاني اذا كان احمد فتحي او محمد هاني او عارف بدري يخش يلعب بكرايد. دلوقتي بقى في اريحيه كبيره جدا، بتتكلم في اربع خمس سردباكات موجودين، غير اللي ممكن كمان يلعب سردباكات اذا كان هاني او اذا كان بيكهام او يعني كذا حد في الباك رايت، في اثنين ثلاثه في الباك ليفت، في اثنين ثلاثه الديفندرات، في اربعه خمسه الخط الامامي، في حوالي سبعه ثمانيه. فلا، الاريحيه مع مستر موسيماني الفتره المقبله مختلفه خالص. هنشوف بقى اللي هينفذ فكره في التمرين هيكون ليه فرص كبيره جدا في المباريات الفتره القادمه، لانه الراجل قال لهم كمان في المحاضره ان تولي المباريات وضغط المباريات هيجبرني على تدوير اللاعبين، فلازم تنفذ فكري في المران عشان اقدر ادي لك في المباريات. كمان يا شريف عايزينك تطمنا برضو على ظهور وليد سليمان وديانج في التدريبات لاول مره بعد فتره غياب بسبب فيروس كورونا، وكمان اجايل عمل فحص طبي شامل تقريبا خلال التدريب النهارده. يمكن الثلاثة العايدين من الكورونا، ويمكن يا رب يعفي كل لاعبي مصر ولاعبي العالم كلهم طبعا، وبالاخص لاعبي النادي الاهلي، عودة الثلاثي الجديد الحاوي، حاوي النادي الاهلي وليد سليمان عوده من جديد وشارك في المران بكل قوه، اليو ديانج النهارده ايضا عوده من جديد وشارك في المران، الوافد الجديد احمد ياسر ريان عوده برضه وشارك في المران وتالق في المران ولفت الانظار. فيمكن الثلاثي بيرجعوا مره اخرى الى التمرينات، ويمكن بيعلنوا جاهزيتهم طبعا الفتره المقبله لو احتاجهم مستر موسيماني. الراجل بيطبق حاجاته، بيشتغل على حاجات، والنهارده في التقسيمه الكبيره بعد التدريب البدني، النهارده كان في تدريب بدني قوي جدا، فبعد التمرين البدني يشتغل على تقسيمه بطول الملعب تالق فيها معظم لاعبي الفريق. وزي ما كنت احمد بتقول يا احمد، فعلا الكل بيحاول يلفت نظر الراجل، الكل بيحاول ينفذ تعليماته عشان خاطر يكون ليه تواجد. بعد نهايه المران كان في حفله من احد المطاعم العاشقه وصاحبها عاشق للنادي الاهلي، عمل حفله اكل لكل لاعبي النادي الاهلي وجريل وحاجات مشويات والكلام ده كله، ترابيزات وحاجه فايف ستار. النهارده لاعبي النادي الاهلي يمكن صوروا مع الكؤوس واتعشوا زي ما بيقولوا. خلاص الصخره كان موجود النهارده في التمرين، زار الفرقه يا شريف صح؟ كابتن وائل جمعه تمام مظبوط، النهارده بيحضر النهارده الاول اسطوره النادي الاهلي ورئيس مجلس ادارته كابتن الكبير كابتن محمود الخطيب بيتفرج على مران اليوم، وكمان ايضا الوافد يعني الوافد الزمن الجميل كابتن وائل جمعه، وكان ليه لقاء مع مستر موسيماني واتكلم معاه عن ذكرياته مع النادي الاهلي والجيل العظيم، ابو تريكه، بركات، وائل جمعه، سيد معوض، جيل فلافيو، جيل عظيم طبعا بقياده مانويل جوزيه. والراجل اللي اتكلم معاه ان لازم لعيبه النادي الاهلي تنتهج نهج هذا الجيل وتحقق الالقاب الفترات المقبله، ومع الالقاب الاداء قبل البطولات كمان. طبعا نشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان من ملعب النادي، ملعب مختار التتش من النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اخبار فرق تمرين فرقتنا النهارده.